أهلا بكم مشاهدينا في بتوقيت مصر. التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، وأكد الناطق باسم الرئاسة المصرية أن السيسي أشاد بالعلاقات الأزلية بين مصر والسودان، وأعرب عن تطلع مصر لتعميقها على المستويات الأمنية والاقتصادية والتجارية. فيما قالت مصادر صحفية إن لقاء السيسي والبرهان ناقش قرارات مرتقبة للأخير خلال الأيام المقبلة، من بينها تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة يتولى إدارة السودان وحل مجلس السيادة. لقاء أكثر من مجرد بروتوكول مشترك وملفات متعددة تتسيد اللقاءات الثنائية المصرية السودانية، فالعلاقة بين البلدين تمتد لأكثر من مباحثات عادية. زيارة البرهان الأخيرة للقاهرة ومباحثته مع السيسي تضمنت مفاصل مهمة في حلحلة الأزمة في السودان. بيان رئاسة الجمهورية المصرية قال إن اللقاء شهد استعرادا لمجمل العلاقة الثنائية بين البلدين، بينما قالت مصادر صحفية للعربي الجديد إن مباحثات البرهان في القاهرة تناولت قرارات مرتقبة سيعلن عنها خلال أيام، أبرزها ما يتعلق بتشكيل مجلس أعلى للقوة المسلحة يتولى إدارة السودان، إضافة إلى حل مجلس السيادة. المسعى السوداني وفق مصادر سودانية سيخرج عن نطاق الأزمة الداخلية، فالخرطوم تحتاج دعما مصريا لفك قرار تجميدها في الاتحاد الإفريقي، ويمكن للقاهرة أداء دور في تحقيق ذلك، وهي التي كانت على تماس مباشر مع القضايا في السودان الجارة الجنوبية. التباحث المصري السوداني لا يقف عند هذا الحد، فالقضايا المشتركة بين البلدين تتشعب اقتصاديا وأمنيا، وأزمة سد النهضة كانت محورا أساسيا في الاجتماعات حيث تم التوافق على استمرار التشاور المكثف في هذا السياق. ليست لدي الرغبة. وبالعودة إلى مساعي البرهان الداخلية في حل أزمة بلاده، فقد استبق زيارته للقاهرة بإعلان صريح بعدم نيته الترشح للانتخابات المقبلة، انتخابات أكد أن الجيش لن ينتظر كثيرا لإجرائها، تاركا مسؤولية هذا الملف للسلطة السياسية المنتظرة. نرحب من القاهرة عبر سكايب بالدكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، وأيضا سيكون معنا عبر الهاتف من الخرطوم الدكتور أحمد الطيب السماني المحلل السياسي. أبدأ معك دكتور من القاهرة، الزيارة زيارة البرهان إلى مصر تأتي في ظرف دقيق للغاية وكثير من الترقب هناك في الساحة السودانية سياسيا وأمنيا، كيف ترى هذه الزيارة في هذا التوقيت والملفات التي تعتقد أنها طرحت على طاولة النقاش بين الرئيس السيسي والبرهان، خصوصا أن البيانات الرسمية لم تتضمن كثيرا من التفاصيل؟ اهلا بحضرتك استاذ تامر، واهلا بالساده المشاهدين في قناه العربي. وعايز اقول لحضرتك ان الزياره ديت زي ما احنا بنقول هي زياره اشقاء، ودوله جنوب السودان يعني الموضوع قتل بحثا ان دوله السودان دوله شقيقه، والاستقرار والامن اللي موجود في السودان يعتبر جزء لا يتجزا من امن واستقرار جمهوريه مصر العربيه، وده اللي دايما بيقوله سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان امن واستقرار الدوله المصريه ليس فقط من داخل الدوله المصريه ولكن من خلال الدول الجوار بجوار جمهوريه مصر العربيه زي ليبيا وزي السودان. نعم. ودي كانت من اهم النقاط الاساسيه في مناقشه الوضع او مناقشه هذه الزياره الاخيره لرئيس المجلس السياده الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، ودي كانت من ضمن النقاط. بس عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان هو كان جاي من اجتماع جمعيه الامم المتحده. نعم. 77 في الولايات المتحده الامريكيه، ومر على القاهره في هذه الزياره، وكان بيأكد عبد الفتاح البرهان بيأكد ان هو الجيش هيبعد تماما عن المشهد السياسي، وزي ما حضرتك قلت كده في التقرير ان هو هيبعد عن الترشح للانتخابات الرئاسية للسودان. عايز اركز على نقطة مهمة برضو تناقش فيها او تحاوروا فيها مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الا وهي الآلية الرباعية اللي كانت او اللي قامت بها دولة الامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والمملكة البريطانية، وايضا معهم المملكة العربية السعودية.
هذه الآلية الرباعية بدأت من سبتمبر، بحيث ان احنا نعمل يكون في امن واستقرار في السودان، ان احنا نبعد عن القبائل او الحركات المسلحة اللي موجودة في السودان ودمجها في الجيش، وان يكون في دستور، ان يكون في سلم وامن وامان في دولة السودان. ولكن رئيس السيادة أو رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان لم يذكر هذه الآلية الرباعية، لأنه هو لم يقتنع بها ولا يقتنع بهذه الآلية الرباعية لتدخل المملكة البريطانية هناك بهذه الآلية. بالتأكيد كثير من التفاصيل في هذا الإطار، لكن دعنا دكتور ننتقل ونشرك معنا في الحوار الدكتور أحمد الطيب السماني المحلل السياسي معنا عبر الهاتف من الخرطوم. أجدد الترحيب بك دكتور. يعني الدور المصري في السودان، البعض يهون من طبيعة هذا الدور، أو البعض يقول أنه هو فقط دور داعم للشعب السوداني أيا كان من يحكم، والبعض يهول من هذا الدور ويقول أن هناك أمور تجري في الكواليس وأن مصر تنحاز إلى أطراف على حساب أطراف أخرى وتسعى لتدعيم أطراف على حساب أطراف ثانية. كيف تقيم الدور المصري في الساحة السودانية حاليا؟ تحية لك أستاذ سامر وللمشاهدين التلفزيون العربي. أهلا وسهلا. هذه هي العلاقة بين مصر والسودان، علاقة عند عمق استراتيجي وعلاقة راسخة ومتجذرة، وبالتالي هنالك مصلحة متبادلة بين البلدين. في الآن توسع كبير جدا، توسع تجاري ما بين مصر والسودان في تنسيق سياسي على المستوى الأفريقي. كذلك في مشكلة صد النهضة حاضرة ما بين البلدين، وفي رؤية مشتركة ما بين البلدين. إذن استقرار السودان هو من استقرار مصر. والسودان بشكل العمق الاستراتيجي بالنسبة لمصر. ونتذكر في حرب 67 يعني ما إلا كان مطار وادي سيدنا، المطار الحربي هو المطار الآمن بالنسبة للطيران المصري في تلك الحرب. وبالتالي المصلحة ما بين مصر والسودان هي مصلحة مشتركة. الوضع الآن في السودان وضع متأزم، هنالك خلاف موجود ما بين المكونين العسكري والمدني. يمكن لمصر أن تلعب دور كبير ودور أساسي جدا. مصر لديها العلاقات الدولية، مصر حقيقة كلمتها مسموعة، سواء كان على سواء كان في المجتمع الدولي أو في الاتحاد الأفريقي. هذه الزيارة لسعادة الفريق البرهان لمصر هي زيارة لها ما بعدها، وزيارة ممكن أن تكون رغم قصرها وقصر المدة بتاعتها ورغم أنها هي زيارة خاصة، لكن أتت في توقيت مناسب جدا جدا. هذا التوقيت الآن كان هنالك رهان من المكون المدني داخل السودان بأن سوف يكون هنالك حجر على البرهان في الخروج خارج السودان كما كان في السابق مع البشير. ولكن خروج البرهان والمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة كسرت هذا الحاجز، وأن العالم الخارجي بدأ يتعاون مع نعم تأكيد هناك كثير من الأمور التي تتعلق بالشأن السوداني، وهناك يعني محلات كثيرة لمناقشتها. لكن دكتور الحديث أكثر حاليا عن الدور المصري، أنت تحدثت عن أن مصر يمكن أن تلعب أو أن تقوم بدور لحلحلة أو ربما للوساطة أو لتقريب وجهات النظر بين المكونين المدني والعسكري في السودان. إلى أي مدى مصر تقوم بهذا الدور خلال سواء حاليا أو خلال السنوات الماضية؟ شوف أستاذ تامر، هو دكتور هستأذن حضرتك دكتور، عفوا السؤال للدكتور أحمد وسأعود إلى حضرتك سريعا. أوكي تفضل دكتور. نعم مصر ممكن أن تلعب دور في الاتحاد الأفريقي، لأن السودان عضوته داخل الاتحاد الأفريقي عضوية مجمدة. ممكن مصر أن تلعب دور في فك هذه في عضوية السودان داخل الاتحاد الأفريقي. ممكن مصر أن تلعب دور في المستوى العربي، نحن لا مقبلين على القمة العربية في الجزائر. ممكن أن يكون هنالك تنسيق، وأنا أتوقع أن في هذه الزيارة تم تنسيق وتم رؤى مشتركة في كيفية القمة التي سوف تكون الشهر القادم في الجزائر. لأنه برضو الوضع العربي له تأثيره في المجتمع، زي ما تحدث الضيف الفاضل عن الرباعية الموجودة، وفيها دولتين عربيتين السعودية والأمارات. وحقيقة أصبح التدخل في السودان في الفترة الأخيرة
منذ يعني ذهاب عمر البشير انه اصبح التدخل الخارجي يعني بصوره سافره في السياسه وفي الشان السوداني و نعود إلى هذه النقطة مرة أخرى، لكن اسمح لي دكتور أنتقل مرة أخرى إلى ضيف الدكتور سعيد الزغبي. دكتور، كان سؤالي لضيفي من الخرطوم الدكتور أحمد الطيب بخصوص الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في هذه الظروف لكي تقوم بدور الوساطة بتقريب وجهات النظر بين طرفين ربما بينهما خلافات، ده يستدعي أن تكون أو أن تحتفظ بعلاقات جيدة بالطرفين. بالتأكيد مصر تحتفظ بعلاقات جيدة بالمكون العسكري، لكن في المقابل هل تحتفظ مصر أيضا وتفتح أيضا أفق للتواصل والتعاون والثقة مع المكونات المدنية الأخرى في السودان؟ طبعا أستاذ تامر، ودوت اللي احنا كنا بنحكي عليه سيادة الفريق الأول عبد الفتاح البرهان لما جه من جمعية الأمم المتحدة لما في حواره مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مش عايز التدخل للآلية الرباعية اللي احنا كنا بنحكي عنها دي، مش عايز تدخل أجنبي خارجي في وجود طاولة مفاوضات بين المكون المدني والمكون العسكري أو المجتمع المدني، وإزاي أن يكون في نقاش وحوار بين المجتمع المدني والمكون العسكري الموجود في السودان، ولكن عايز يكون هذا عن طريق أو بدخول حركة التفاوض العربية وتدخل فيها القاهرة. وأعتقد أن دوت بيكون حاجة مهمة جدا جدا، خصوصا أن احنا مقبلين على القمة العربية برعاية جامعة الدول العربية. في تقديرك يا دكتور، لماذا لم تكن مصر جزءا من هذه الآلية بحكم القرب المكاني وبحكم يعني العمق التاريخي والاستراتيجي؟ لماذا استبعدت مصر أو لم تكن طرفا في هذه الآلية؟ هي مصر لم تستبعد في هذه الآلية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة. أعتقد أنه هو بيبقى اتفاق مع جمهورية مصر العربية، القيادة في دولة الإمارات العربية والقيادة في المملكة العربية السعودية، أعتقد أنه هو لا يكون خارج عن نطاق هذا النطاق المثلث الذهبي الكبير، الإمارات والسعودية ومصر. فأعتقد أن هذه الرعاية أو هذه الآلية الرباعية أيضا برعاية فكر القيادة المصرية، ولم تستبعد مصر من هذه الآلية الرباعية. ولكن احنا زي ما بنقول ان هذا الفكر دخل معانا الفكر الاجنبي او دول اجنبيه، وده اللي بترفضه السودان التدخل الاجنبي، وده اللي رفضه عبد الفتاح البرهان في جمعيه الامم المتحده، وان هو لم يذكر هذه الاليه الرباعيه اطلاقا، وطلب من القاهره ان هي تتدخل في حل هذه الازمه. طيب انتقل اليك دكتور احمد الطيب بسؤال اخير. يعني السودان يمر بظرف تاريخي ليس الآن فقط لكن خلال السنوات القليلة الماضية، هل هذه الظروف في السودان بتسمح بتنسيق مع مصر؟ نحن نتحدث عن تنسيق في ملفات عدة، ملفات أمنية واقتصادية وأيضا ملف وجودي مثل ملف سد النهضة، هل الاضطرابات في السودان بتسمح بأن يكون مستوى التواصل مع القاهرة في مستوى عالي؟ بالتأكيد طبعا، لأنه الآن السودان هو حتى الآن دولة ذات سيادة ودولة يعني متماسكة رغم هذه المشاكل الداخلية. وحقيقة المكون العسكري ممكن حقيقة أن يقود الآن الفترة الانتقالية إلى أن يتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية من المدنيين. افتكر ان السودان قادر وممكن ان حتى هذا الامر ممكن ان يكون بالتنسيق مع مصر الان في مصر مع كثير جدا من المسائل الان الموجوده. ففي تقديري انه الان الوضع في السودان هو ازمه، وهذه الازمه ممكن الان هي تقارب ان تبارح مكانها، وممكن في الايام القليله القادمه بعد حضور السيد عبد الفتاح البرهان من الأمم النيويورك ممكن أن تكون هنالك حكومة مدنية. هذه الحكومة المدنية سوف تقوم بإدارة الوضع السياسي وستقوم بالتنسيق مع الرقم مصر. ولكن حقيقة في نقطة مهمة جدا الأخ سامر، إنه دور مصر منذ الاستغلال في 56 أصبح يعني دور ذو خصوصية وذو علاقة استراتيجية مع السودان،
طب وهذه ليه العلاقة تعتقد دكتور هي انه في اطراف حقيقة. في السودان مش بتشوف ده، وان هي بتشير دائما الى مصر بالمسؤوليه بشكل او باخر عن حدوث الاضطرابات في السودان، وانها تنحاز لاطراف على حساب اطراف اخرى، وانها تسعى لحمايه مصالحها فقط على حساب مصالح الشعب السوداني؟ بالتاكيد انت تسمع هذا الحديث ايضا في دوائر ما في السودان. ولكل سياسي ولكل دبلوماسي ولكل شخص نافذ البصيرة يعلم تماما بأن العلاقة بين مصر والسودان هي علاقة مشتركة، وهي ذات مصلحة مشتركة ليس من طرف واحد. يعني كما أن للسودان مصلحة في مصر، كذلك مصلحة كبيرة جدا بالنسبة للسودان لمصر في السودان، بدليل أن الآن حوالي 150 كيلومتر من السد العالي موجودة داخل الحدود السودانية وداخل العمق السوداني. وهذا يدلل على أن العلاقة بين البلدين هي علاقة مهما تحدث عنها الناس، ولكن هذه العلاقة لا تخلو من البعد الاستراتيجي الأمني لكل دولة، لأنه ظلت مصر باستمرار منذ العام 56 تحتفظ بمعارضة لأي نظام يكون موجود في السودان. وهذه المعارضة حتى ولو كانت هذه المعارضة معارضة يعني مدنية، ذلك لأن مصر لا تريد أن يكون هنالك انفلات أو تدخل خارجي لأي جهة داخل الشأن السوداني، لأنه كما ذكرت لأنه أمن مصر من أمن السودان وأمن السودان من أمن مصر. ولكن الآن الوضع الموجود الآن ممكن مصر أن تقوم فيه بدور كبير سواء كان مع المكون العسكري أو مع المكون المدني، ولكن عندما لا يكون الأمر في هوا بعض الأطراف السياسية المدنية أو الأحزاب السياسية بالتأكيد بنسمع مثل هذه الأصوات بأن لمصر مصلحة بأن لمصر لديها أبعاد. ولكن حقيقة إنه هل ممكن، السؤال الممكن يطرح نفسه أخي سامر، هل ممكن أن تمارس الديمقراطية في المنطقة؟ هل ممكن أن تمارس الديمقراطية في المنطقة؟ نحن الآن السودان يزعى إلى انتقال ديمقراطي، وضحت الصورة تماما، شكرا لك دكتور. هذا الانتقال الديمقراطي هل ممكن يحدث في السودان؟ إذا حدث في السودان الجميع بالطبع يتمنى ذلك دكتور. شكرا لك الدكتور أحمد الطيب السماني المحلل السياسي، والشكر لضيفي من القاهرة الدكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، شكرا لكما.